لنرتب أفكارنا تحدثنا سابقا عن التوجه الجديد للتاريخ في بدايات القرن العشرين الذي غير رؤية الكتابة التاريخية وذهب بها نحو التفكيك والتقسيم إلى أنصاق عوض التركيز على التاريخ الحدثي التقليدي ثم استبدال أصلا التاريخ الفردي بتاريخ الجماعات الوقت نفسه الذي انفتح التاريخ على علوم في خدمه المؤرخ تمكنه من معرفه حقائق علميه لتمكينه من الكتابه بطريقه علميه رصينه تتسم بالدقه والموضوعيه ما امكن وتحدثنا عن بروديل الفرنسي لكن في الحقيقه المانيا هي من كانت السباقه في الانفتاح على تلك العلوم المختلفه كما في مدرسة غوتينغن حيث بها تم استعمال ولأول مرة عبارة العلوم المساعدة للتاريخ في أواخر القرن الثامن عشر على يد جوان كريستوف دجاترير، وذلك سنة 1761 وتقول الباحثة أن ماري دبلر عند كتابتها لمقال لسانس أوكسيليار دو العلوم المساعدة للتاريخ بالمعجم التاريخي السويسري تقول: La notion de سيونس اوكسيليير est évoquée à partir du 18e siècle en Allemagne. مبدأ أو مفهوم العلوم المساعدة تم ذكره انطلاقاً من القرن الثامن عشر بألمانيا. Lorsque l'école dite de Gottingen Désignant sous ce terme les disciplines utiles à l'histoire, notamment Johann Christophe Gaderer en 1761. Fa a dit que la madrose Göttingen a été la première fois que a les disciplines utiles à l'histoire, المهمة أو العلوم التي تستفيد منها العلوم التاريخية، وتقول أن أول من استعمل هذه العبارة هو جوان كريستوف غاترر وذلك سنة 1761. ولن تأتي فرنسا إلا بعد ذلك في القرن العشرين بالانفتاح على العلوم الأخرى، غير علوم التاريخ مع مدرسه الحوليات ووضعها لركائز جديده كانت هي السبب في شهرتها وهذه الشهره هي التي دفعت بالباحثين احيانا الى الجزم بان العلوم المساعده من تصور هذه المدرسه اي من تصور مدرسه الحوليات لكن وبالرغم من كل هذا لنضع في تصورنا ان فرنسا بشكل اكيد بدأ اهتمامها بالعلوم المساعدة ومحاولة تطبيق تصورها قبل القرن العشرين، بحيث بدأ انفتاحها على أنواع أخرى من الكتابة التاريخية بشكل محتشم ربما خلال العصر الوسيط الأسفل، عندما انصب الاهتمام على الكتابة في سير القديسين ورجال الكنيسة مثلا، أو عندما انتقل الخطاب التنجيدي من المجال الديني الى المجال السياسي عبر الحديث عن كبار الشخصيات او مع التوجه نحو تدوين العقود وتوثيق عمليات البيع والشراء ربما لم يكن ينقصها سوى المرور الى ما يسمى بالتطبيق اي تجسيد التوجه وتفعيله واعطائه لقب أو تسمية عوض البقاء فيما هو نظري، وهو ما سيتحقق مع مدرسة الحوليات مع مارك بلوك ومع لوسيان فيبر من أجل إخراج التاريخ من انغلاقه وفتحه على تساؤلات جديدة، الموازات مع ذلك في العالم البريطاني في نفس الفترة ستتجه البرجوازيه المهتمه بتاريخ بلادها نحو ظاهره اخرى وهي جمع التحف الفنيه في المنازل او في القصور كخطوه اولى ثم في مؤسسات ستتولد عنها المتاحف والمكتبات وذلك كخطوه ثانيه ليفهم المؤرخون ان هذه المجموعات المخزنه تشكل بالتأكيد أدوات مهمة تنفعهم في فهم التاريخ أو ما خفي عنهم من حقائق هذا قبل انضمامهم، أتحدث هنا عن المؤرخين إلى صفوف أفكار مدرسة الحوليات، على أي سواء بالنسبة للمدرسة الألمانية أو للمدرسة الفرنسية، التاريخ في الواقع مجموعة من العلوم.. داخل بوثقه واحده معارفه متداخله ومترابطه فيما بينها تحكمه علاقه قويه بمختلف انواع العلوم الاخرى بحيث لا يمكن ان يتم التعامل مع التاريخ بشكل مستقل عن بقيه العلوم والمعارف الاخرى فالمؤرخ كما باقي الاختصاصات ليس بامكانه ممارسه وظيفته وعمله دون أن يتوفر على رصيد من المعارف التي يمكن نعتها بالتقنية، ونضع خط تحت كلمة التقنية أو نضعها في إطار لأننا سنواصل بشرحها، بعبارة أخرى المؤرخ لزام عليه أن يكون واسع الثقافة على دراية بالعلوم المتصلة بدراسة التاريخ و بكتابته قلنا المعارف التقنيه طيب المعارف التقنيه التي نعتها مجموعه من الباحثين بالايجابيه او بالقبليه او بالمعارف الاوليه يعني سابقه للمعرفه التاريخيه وهذا ما يعطيها لقب او نعت المساعده وهي ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في التفكير والتحليل التاريخي كما سنرى، خاصة ما إذا أردنا أن نحلل الموضوع التاريخي بشكل صائب تفاديا للخطأ ما أمكن. هي بكل بساطة مجموعة من العلوم التي تساعد المؤرخ وتعينه على الوصول إلى الحقيقة التاريخية. لماذا ننعت هذه العلوم بالمعارف القبليه نجد بالفعل ما قلناه او تساؤلنا عند جابرييل بونو د وهو مؤرخ للقرن الثامن عشر في كتابه الدراسه التاريخيه بحيث يؤكد على ضرورة توجه كل مؤرخ أيا كان وكيفما كان توجهه واختصاصه نحو دراسات سماها الباحث بالتمهيدية أو الإعدادية للدراسة التاريخية لذلك سميت بالقبلية الغرض بطبيعة الحال هو الحرص على استثمار واستعمال كل ما من شأنه إضاءة الماضي المدروس وفهمه وتحليله وعند حديثنا عن مبلي وحديثنا عن القرن الثامن عشر أفتح هنا قوسا لتأكيد أن الانفتاح على العلوم المساعدة لم ينتظر تأسيس مدرسة الحوليات ف في عصر الأنوار بدأت محاولات رد الاعتبار للإنسان وبدأ يظهر التوجه نحو الانفتاح وبالتالي بدأ السعي إلى إعطاء التاريخ معنى علمي الآن وبعد كل ما قلناه السؤال الذي من الضروري طرحه ما هي ركائز التعلم الموازي التي من الواجب على المؤرخ أو من الواجب على الباحث في التاريخ الوقوف عليها، بمعنى آخر ما هي لائحة أو ما هو دليل العلوم التي من شأنها مساعدة علوم التاريخ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نضع صوب أعيننا مسألة تعدد الإجابات، وهذه النقطة هي التي سنحاول مقاربتها في الفيديو الموالي الذي سنفتح فيه محور التاريخ وتداخل العلوم وشكرا